هل تعرف ما هو مستواك في اللغة الإنجليزية؟ من خلال هذا الاختبار المكون من 30 سؤالاً ستعرف بالتحديد ما هو مستواك، هل أنت مبتدئ أو متوسط أو متقدم؟ ولتحديد مستواك في هذا الاختبار، عدد الإجابات الصحيحة هي من ستحدد مستواك. إذا كانت الإجابات الصحيحة لديك من 3 إلى 5 إجابات، فهذا يعني أن مستواك A1. أما إذا كانت الإجابات الصحيحة من 6 إجابات إلى 10 إجابات، فهذا يعني أن مستواك A2. إذا كانت الإجابات الصحيحة من 11 إجابة إلى 15 إجابة، فهذا يعني أن مستواك B1. أما إذا كانت الإجابة الصحيحة 16 إجابة إلى 20 إجابة، فهذا يعني أن مستواك B2. إذا كانت الإجابة الصحيحة من 21 إجابة إلى 25 إجابة، فهذا يعني أن مستواك C1. أما إذا كانت الإجابات من 26 إجابة إلى 30 إجابة، فهذا يعني أن مستواك C2، وهو الإتقان الكامل للغة. لا تنسى أنه تسجل عدد الإجابات الصحيحة عشان تعرف في نهاية الاختبار كيف كانت عدد الإجابات الصحيحة، وبالتالي معرفة مستواك. شباب، اتركوا لي في التعليقات بعد الاختبار أين كان مستواك بالتحديد، عشان أعطيك النصيحة أو ما هي الخطة التي ستحتاجها للانتقال من مستوى إلى آخر، وهذا سيكون بناء على أين سيكون مستواك بالتحديد. فبدون أي إضاعة أي وقت، دعونا نبدأ بالاختبار الآن. We'll be right back.
you